ندوة اليوم التي نظمها المعهد العالي للإعلام وللاتصال والإعلام هي ندوة أساسية لأنها تعود إلى ربع قرن الماضي للوقوف على نجاحات فضائنا الإعلامي وتعثرات هذا الفضاء. وكان لي الشرف أن أساهم في هذا النقاش من خلال الوقوف على التجارب التي أدت إلى إصلاح بالخصوص المشهد السمعي البصري الوطني، خاصة من العمومي، لكن أيضا الإفرازات الخصوصية المختلفة التي جاءت منذ تحرير هذا الفضاء في بداية هذه الألفية. ومن ثم يتعين أن نستخرج العبرة من نجاحات أساسية جعلت أن لنا اليوم تطورات على المستوى المشهدي السمعي البصري العمومي، وأيضا بعض الإذاعات التي تقوم بدور أساسي على مستوى المشهدي الإذاعي. لكن هناك نقائص كثيرة، بداية ليس هناك قطب عمومي بكل معنى الكلمة، بحيث أن القطب العمومي مجرد تعبير لم يتم لحد الآن تفعيله بالشكل الكافي في جميع المستويات من أجل أن نرفع فعلا من أداء الإعلام العمومي على شتى المستويات، لنكون في مستوى ما تقوم به مجموعة من المبادرات العمومية الموجودة في دول أخرى. المسألة الثانية هي مع الأسف إيقاف مسلسل إتاحة الفرصة لمبادرات خصوصية في الحقل التلفزي وليس فقط على المستوى الإذاعي. هذا الأمر كانت ستكون له تأثيرات أساسية على مستوى مشهدنا السياسي والإعلامي والإنتاجي، وكذلك على مستوى تكوين صناعة سمعية بصرية أساسية. وهناك أيضا ضرورة اليوم أن نعطي هذه الدفعة الجديدة لبلورة دور هذا القطب العمومي ليكون قاطرة بالنسبة لكل هذا المسار، إضافة إلى أن نشتغل حول قضايا أخرى انطلاقا من إرادة سياسية قوية بسياسة عمومية واضحة تهدف إلى الحرية والاستقلالية والتأطير والمسؤولية في الممارسة والجودة بما يعطي فعلا إمكانية صعود وتنمية قطاع صناعي سمعي بصري منتج يساهم ليس فقط في إنتاج المعنى وإنتاج القيم، لكن كذلك يساهم في إنتاج الخيرات على مستوى هذا الفضاء السمعي البصري وتوفير إمكانيات للشغل والعمل بالنسبة لكفاءات وطنية نسائية ورجالية كثيرة ومتعددة.